السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتماما لسلسلة دروس اللغة العربية لمستوى الثانية بكالوريا الشعب العلمية أحرار، هذا هو الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمن لم يشاهد الجزء الأول فرابطه في الأسفل. فبعدما تعرفنا على الدرس الأول الاشتقاق والدرس الثاني الاقتراب، سنتعرف الآن على الدرس الثالث وهو النحت. سنتعرف على مفهومه، وظيفته، تاريخه، صوره، الفرق بينه وبين التركيب، وأقسامه. أولا مفهومه: النحت لغة هو النشر أو القطع، يقال نحت النجار الخشب والعود إذا براه وهذب سطوحه، ومثله في الحجارة والجبال كما يقول سبحانه وتعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وما هو اصطلاحا؟ هو أن تعمد، يعني أن تأخذ كلمتين أو جملة فتنتزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على ما كانت عليه الجملة نفسها. سنتعرف إن شاء الله تعالى على مجموعة من الأمثلة حتى تتضح الصورة. يعني نأخذ كلمتين ونقوم يعني بدمج الحروف الموجودة في الكلمة الأولى وحروف من الكلمة الثانية لنحصل على كلمة واحدة، هذا هو النحت اصطلاح. الآن متى ظهر وما هي وظيفته؟ ظاهرة النحت ووظيفته تقوم على مبدأ الاختصار. يعني لبغينا نعطيو عنوان آخر لهذا الدرس اللي هو النحت والاختصار، كنا تعرفنا على الاشتقاق كيف نشتق كلمة من أخرى، وتعرفنا على الاقتراب كيف نقترض كلمة ونضيفها إلى معجم اللغة. الآن كيف نقوم باختصار جملة أو باختصار كلمتين؟ هو الاختصار أو الاختزال واضحة جلية في اللغة العربية المعاصرة، والنحت هو من الأساليب الأصيلة في كلام العرب، يعني كان قديم منذ العرب، بحيث كانوا يقومون باستخدامه في الألفاظ الكثيرة الورود في كلامهم. يعني الكلمات التي يستعملونها دائما كانوا يقومون بالنحت لاختصار الكلام. ومرد ذلك، يعني سبب ذلك، يعود إلى حدة أذهان العرب القدامى وجودة أفهامهم، ولذلك انتبهوا للرمزة الدقيقة، وكثر في كلامهم أنواع الإيجاز والاختصار والحذف والاقتصار. يعني أصبحوا يختصرون الكلام وذلك لحدة أذهانهم. الإيجاز والاختصار والحذف والاقتصار، هذا هو النحت ببساطة. الآن تاريخه: أول من طرق باب النحت هو الخليل بن أحمد حين عرفه وسماه النحت، بل ومثل به ووصف منه نوعين، فكتب في معجم العين: وقد أكثرت من الحيعلة. هذا مثال ديال النحت. ما هي الحيعلة؟ هي من قولك حي على، مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على. قمنا بدمج هذه الحروف الحاء والياء والعين واللام وحصلنا على كلمة واحدة حي على. وهذا يشبه قولهم: ورجل، نقول رجل عبشمي، يعني إذا كان من عبد شمس. لاحظوا، أخذنا العين والباء والشين والميم وقمنا بدمجهم وحصلنا على عبشمي، يعني يعبد الشمس، فهذا من النحت. وعرفه كذلك أئمة اللغة كسيبويه في كتابه حين كتب: وأما حي هل التي للأمر فمن شيئين يدلك على ذلك: حي على الصلاة، بحال هنا حي على هي حي على، هنا حي هل يعني حي على الصلاة. من أقوال العرب قولهم أيضا: فلان كثير المشألة. ما معنى المشألة؟ بالشين، ومشي المسألة بالسين، المشألة أي يكثر من قول ما شاء الله. أخذنا الميم والشين والألف واللام ودمجنا ما شاء الله في قوله مشألة، يعني هذا اختصار لما شاء الله. الآن صوره: لقد ورد النحت في اللغة العربية على صور عديدة، أهمها إما تأليف كلمة من جملة لتؤدي مؤداها وتفيد مدلولها كبسملة المأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسملة، خدينا الباء
والسين والميم واللام، حروف يعني مشتركة بحال الاختزال في الرياضيات عندما نبحث عن القاسم المشترك. كذلك في النحت نبحث عن الحروف المشتركة بين الكلمات والمشتركة في الجملة، وحي على المأخوذة من حي على الصلاة وحي على الفلاح. تأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه، مثلا عبشمي في النسبة إلى عبد شمس، أو عبدري في النسبة إلى عبد الدار. تأليف كلمة من كلمتين أو أكثر، بحيث تستقل كل كلمة عن الأخرى في إفادة معناها تمام الاستقلال لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة، ويكون قليلا في العربية هذا النوع ديال تأليف كلمتين. مثل ذلك لن الناصبة، يرى الخليل أنها مركبة من لا وأن، يعني كلمة لن نافية وأن الناصبة، قمنا بدمجهم وحصلنا على لن الناصبة. وهلم، يرى الفراء أنها من هل الاستفهامية ومن فعل الأمر أم، هلم يعني تعالى بمعنى تعالى أو اقصد. الآن لنتعرف على أقسامه. قبل الأقسام عفوا، سنتعرف على الفرق بين النحت والتركيب حتى لا يقع لكم خلط. ما هو التركيب؟ التركيب هو أن تحتفظ بالعناصر المكونة له دون نقصان. يعني عندنا جوج الكلمات بغينا نديرو التركيب ديالهم، ناخذ الحروف اللي في الكلمة الأولى زائد الحروف اللي في الكلمة الثانية، ويعني نقوم بتركيبهما، هذا هو التركيب. أما النحت إلا لاحظتم ما يعني نقوم بحذف بعض الحروف. قلنا النحت كالاختزال في الرياضيات، نبحث عن القواسم المشتركة، أو نأخذ حروف من الكلمة الأولى وحروف من الكلمة الثانية. لنأخذ مثال لتتبين الصورة. مثال نقول لا سلكي أو بر مائي، مثلا الحيوان يعيش في البر وفي الماء، نقول بر مائي، حافظنا على جميع الحروف، بر مائي يعني بري ومائي، الباء والراء بقات، والياء والميم والألف والهمزة والياء أيضا. هذا من أمثلة التركيب، ما فيش النقصان. لاحظوا مثال ديال النحت، مثلا زمكان، هذا من أمثلة النحت، خدينا كلمتي تدل على الزمان والمكان، يعني كلمة الزمان والمكان، خدينا حرف الزاي من هنا، خدينا حرف الميم كاين هنا وهنا، خدينا حرف الكاف كاين في الكلمة الثانية، والألف فيهما معا والنون فيهما معا. يعني أخذنا الحروف المشتركة وأخذنا الحروف التي توجد في كلمة دون سواها، هذا هو النحت. يعني قمنا يعني بحذف كلمات وباختصار الكلام، على عكس التركيب. مثال آخر، كهروطيسية، هذه من كهرباء ومغناطيسية. شو جوج الكلمات قمنا باختصارها، كهروطيسية، كهرباء أخذنا الكاف والهاء والراء وحذفنا باء، ومغناطيسية حذفنا عفوا مغنا واحتفظنا بطيسية وحصلنا على كهروطيسية. هذا الفرق بين النحت والتركيب. الآن أقسامه ستة، وهي أولا النحت الفعلي، هو أن تشتق من الجملة فعلا يؤدي معنى الجملة، مثل بسملة وحمدلة وحوقلة. مثلا عندي هذه الجملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو النحت ديال هذه الجملة؟ هو بسملة، هذا فعل قمنا باستخراجه من جملة. هو أن تشتق من الجملة فعلا يؤدي معنى الجملة. هو حمدلة يعني نحت ديال الحمد لله رب العالمين، وحوقلة هي النحت ديال لا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني أو القسم الثاني، النحت الإسمي، وهو أن تنحت من الجملة إسما ليس فعلا، إسما يؤدي معناها، مثل جلمد، منحوتة من جلب وجمد، جوج الكلمات أعطتنا كلمة واحدة وهي اسم. النوع الثالث النحت الوصفي، وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين تدل على صفة بمعناها أو بأشد منها، مثل ضبطر للرجل الشديد، مأخوذة من ضبط وضبر، مفهوم؟ هذه صفة، شخص ضبطر مثلا هو الرجل الشديد، خدينا من ضبط وضبر، جوج الكلمات أعطتنا صفة. النحت النسبي، وهو أن تشتق من الكلمتين أو الجملة شيئا تنسب إليه، ويسمى في باب الصرف باب النسب، مثل عبشمي،
منحوتة من أب شمس، ودائما النسبة تكون فيه في الأخير ياء. ومثلا نسبة إلى الشافعي نقول شفعنتي نسبة إلى الشافعي، أو حنفلتي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وغير ذلك. النحت الحرفي مثل قول بعض النحويين إن، لكن منحوتة، فقد رأى الفرق أن أصلها لكن وأن، هاد لكن هي نحت ديال لكن وأن، لكن هذه عفوا لكن منحوتة من لكن وأن، لكن أن جمعناها في لكن. النحت التخفيفي هذا لتخفيف الكلام مثل بالعنبر، في بني العنبر، لأن يعني هنا بإمكاننا الدمج، مثلا بالحارث في بني الحارث، بني الحارث، بالخزرج في بني الخزرج. هذه هي أقسام النحت الستة. إذا هو نفس المهمة ونفس العملية، هي أن نأخذ من جملة أو من مجموعة كلمات الحروف المشتركة، ونقوم يعني بتلخيص الجملة واختزالها. إلا قمنا باستخراج فعل فهو نحت فعلي، إن استخرجنا اسما فهو نحت اسمي، وصف صفة فهو وصفي، إذا كان يعني في آخره فهو نسبي، وإن كان يعني الحروف فهو حرفي، أو مثل هذا يعني تخفيفي. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، إلى أن ألقاكم في الجزء الثالث، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.